الأستاذ علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا عشان نطمن على ولادنا المصريين الموجودين هناك. بنرحب بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك. يعني انقل لنا الأوضاع حاليا عاملة ازاي، والجالية المصرية يعني متواجدة فين وعاملين ازاي في الوقت الحالي؟ والله احنا أولا بنطمن أولياء الأمور كلنا بخير، مفيش أي إصابات الحمد لله لغاية دلوقتي. في طبعا الوضع زي ما حضرتكم عارفين، الوضع حاليا دلوقتي في توتر مستمر متصاعد للاسف الشديد. في عمليات بتتم في الوضع الحالي، في عمليات اجلاء يعني على مسؤوليتنا الشخصيه. في تواصل مستمر مع الوزيره نبيله مكرم، مع السفاره المصريه، تواصل شبه وقتي. توجيهات منهم، واحنا برضه على ارض الواقع من اداره الجاليه. في ترتيبات طلعنا امبارح الحمد لله، اتوبيسين اسف معلش من وسط وحدود بولندا، وفي ناس كمان الحمد لله النهارده قدرنا نطلع برضه عدد من المصريين لحدود رومانيا على الطريق دلوقتي، هنطلعوا معاهم على التليفون. يعني في بالفعل وصلوا للحدود مع رومانيا وقدروا انهم يتجاوزوا الحدود؟ الحمد لله وصلوا الحمد لله، وطمنوني بعتوا لي فيديوهات، وكانت معانا مع الوزيره كمان دخلت، يعني كان في مكالمه عبر زوم كنت موجود وفتحت الفيديو الناس شافوها، يعني الحمد لله واطمنت بالنسبه عليهم. طب استاذ علي، عايز اسال حضرتك على الفيديوهات اللي انتشرت واللي تم تداولها الخاصه ببعض الطلبه المصريين المتواجدين في الانفاق او في محطات القطارات، فعايزين حضرتك توضح لنا المشهد ده طبيعته ايه. بص حضرتك، القصه كلها دلوقتي طبعا الطلبه عايشين في نوع من الضغط النفسي والرعب بسبب الاحداث اللي بتطور حوالينهم، خصوصا الفتيات. اكيد، يعني هم بالفعل متواجدين في الاماكن دي حاليا. ما انا هقول لحضرتك بس عشان خاطر احنا يعني اولياء الامور، لان اولياء الامور طبعا بتواصلوا بينا، يعني طبعا قالين جدا واحنا متفاهمين هذا الموضوع. في طبعا في كل المدن الاوكرانيه موجود طبعا سماع دوي الانفجار على فترات طبعا مختلفه. بعض الاحياء الحيويه بيقولوا يعني الناس اللي في المنطقه بيقولوا لو سمحتوا اللي خايف ينزل في الانفاق. دي يعني واحنا قلنا لهم يا جماعه اقعدوا في السكن، لان اولا مفيش اماكن، يعني مفيش اماكن مدنيه مستهدفه، بس برضه احنا بنقول لهم خلاص اتبعوا التعليمات اللي جايه من مصر المقاعد السياسيه بالتزام اماكنكم وعدم التردد، لان يعني الوضع غير مستقر. وخصوصا زي ما حضرتك قلت ان في حظر اجوال من بعد الساعه 5 بسبب الصعود المستمر في الحاله الداخليه وعدم التوازن الامني. وطبعا بس احنا بنحاول برضه كاداره جاليه وكابناء جاليه مع بعض نساعد بعض. طبعا بنبلغ برضه، يعني بنبلغ المسؤولين ان احنا نتحرك على مسؤوليتنا الشخصيه، لان الوضع مش مستحمل. يعني اذا يا استاذ علي، المتواجدين في الانفاق دول بناء على توجيهات من السلطات في اوكرانيا كمأوى لاي حد بيشعر بالخوف، ولكن السفاره ووزاره الهجره بتنادي المصريين ان هم يفضلوا في المساكن بتاعتهم في السكن بتاعهم. عايز استفسر من حضرتك عن الاوضاع في الشوارع في اوكرانيا حاليا، يعني وضح لينا الاوضاع بشكل اقرب، بحيث ان بدأت ساعات فرض حظر التجول واللي أعلنتها أوكرانيا مؤخرا وتستمر لحد يوم الاثنين الجاي. القصف عامل ازاي؟ التواجد في الشوارع عامل ازاي؟ انقل لنا صورة أكتر. بص حضرتك، بالنسبة للمدن احنا أكتر وضع موجود حاليا عندنا موجود في كييف. من امبارح طبعا الوضع يعني غير مستقر تماما. في تقريبا يعني حالة انقاذ أمني في العاصمة بسبب طبعا دخول يعني هنقول مش هنقول قوات عسكريه، ولكن هنقول ناس موليين للجيش الروسي استهدفوا المناطق العسكريه في عمليه قصف للناس دي. يعني طبعا احنا مش هنتكلم في السياسه، في خطه موضوعه لنزع السلاح منهم وتقسيم السلطه، فما لناش دعوه بيها، احنا عايزين نجلي
ابنائنا بسلام وتتحرك على يعني اسرع وقت وتطمن الناس النهارده. طبعا اكثر ناس موضوع الانفاق تاني نرجع لهم تاني معلش. الناس قاعدين في الانفاق مش كل الناس خارقف بالذات عشان بتطمن اهالي الطلبه خارقف فيها لا يقل يعني عن 1800 2000 طالب. حضرتك الفيديوهات اللي طلعت دي الناس طبعا متواجدين جنبيهم مترو انفاق من الخوف طبعا ينزلوا وده حقهم ما اقدرش نقول لحد ما تنزلش. بتصفوا بيا بيقولوا لي يا استاذ علي انزل اقول لهم خايفه انزلي تحت يعني برضو عشان خاطر احس بالامان مسؤوليه ولكن ليس التزام يعني ما تسمعوش يا جماعه انزلوا كل الناس السكان اللي في المنطقه انزلوا تحت. الناس خايفه وده طبعا شيء طبيعي تحصل مثلا في ال 14 انفجار المبنى بيتهز طبعا لازم نعيش خوف. طبعا ظروف قاسيه جدا بتعيشوها حاليا. بالنسبه لوصولكم للمواد الغذائيه ويعني مستلزمات الحياه قادرين تتحصلوا عليها بسهوله؟ حضرتك دلوقتي المواد الغذائيه متوفره ليست منقطعه. في طبعا مشكله في موضوع السيوله. في طبعا مشكله لان ما فيش مواصلات عامه، البنوك مش شغاله حاليا دلوقتي. المصارف الحكومية واقفة طبعا. فهو ده الأول حاجة يعني خلتنا نتشجع إن احنا ناخد قرار من نفسينا على مسؤوليتنا الخاصة بعملية التحرك والتوجه نحو سواء الحدود أو بالاتفاق مع بعضنا البعض إن احنا نعمل عملية إجلاء لأن احنا مش هنستنى ما نمشي الظروف بكرة يحصل فيها إيه. الموضوع يطول حضرتك بتقولي لغاية يوم الاثنين. طب معلش يعني يوم الاثنين مين هيقعد؟ وبعدين الملاجئ اللي معموله او دي مش ملاجئ اساسا دي انفاق مترو انفاق مغلق. ينزلوا فين وهو فين والاكل خلص؟ لو الاكل خلص معاهم ومفيش فلوس دي طبعا كارثه مصيبه. يعني هنخش في يعني في طريق مش هيكون كويس. عايز اسالك اخيرا استاذ علي، هل ليكم مخططات تمشوا عليها الفتره الجايه عشان تقدروا توصلوا لاقرب الحدود عشان تخرجوا من الاراضي الاوكرانيه؟ حضرتك احنا ما فيش مخطط مستقبل، احنا اوريدي شغالين على ارض الواقع بقى لنا شهر بالتنسيق مع وزاره الهجره مع مكتب معالي الوزيره والسفاره المصريه. احنا اوريدي بقى لنا شغالين بقى لنا فتره وكنا بدانا نقول للناس يا جماعه لو في حد عايز ينزل والطيران مفتوح على الناس للتصاعد ده. طبعا ما كانش حد متوقع ان الدنيا تسوق بالطريقه دي لان يعني كان في تاخير، ناس كانت عايزه تنزل وكان في شويه اجراءات مع السفاره، تبليغ الـ 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 الجامعات والكليات بالموافقين دراسه اونلاين. الناس كانت بتوصل لوزاره الهجره، طب موضوع الدراسه، طب شهادتنا ايه لو نزلنا عملنا حرب. كان الموضوع في عمليه ايه عدم اتخاذ قرار نهائي في النزول. فالدنيا كده النهارده خلاص هنقعد، بكره يحصل مشاكل فاحنا هننزل. مفهوم. هل لما تواصلتوا مع وزاره الهجره الايام الحاليه تم ابلاغكم بان هيكون في خطه لاجلاء المصريين او يعني في خطوات معينه سيتم العمل عليها ولا لسه الرؤى مش واضحه؟ مع الوزيره تقريبا شبه يوم معانا على زوم النهارده، كانت معانا تاني النهارده يعني على زوم. امبارح كانت معانا متواصله مع ابناء الجاليه عبر زوم في المناطق خطف وفي دنيبر. سمعت بنفسها وشافت برضه الناس على ارض الواقع، الناس بتحضر فيديوهات والكلام ده كله. الخطه المغيره لحضرتك حاليا دلوقتي احنا بننفذ فيها. والله حضرتك ان ما فيش، احنا مش هنستنى لغايه ما الامور تسوق طبعا. احنا بننفذ ولكن طبعا مع اتخاذ الحذر او يعني تنفيذ التعليمات او رسوله الاجابه من المكاتب السياسيه ان برضه التنقل جماعات التنقل الجماعي من مدينه بعيده، لان طبعا احنا بنتكلم شرق اوروبا وغرب اوروبا. فاحنا بنتكلم في اوروبا الحدود مع روسيا فيها طبعا حوالي زي ما حضرتك فيها كميات كبيره جدا من الطلبه نقلوهم للغرب اوكرانيا مسافات يعني ما تقل عن 1400 كيلو متر. فانا هنقلهم ازاي برضه؟ مفيش مواصلات. بس برضه يعني مسافه مش يستهان بها طبعا. دي حاجه. الحاجه الثانيه النهارده الحمد لله القطارات اشتغلت، ففي خطه النهارده طبعا كل يوم بنحط الخطه حسب المستجدات اللي موجوده
في اليوم. النهارده القطارات فتحت، فاحنا بنوجه الناس النهارده مع ان هم يركبوا قطارات، ولكن بتوجيهات ان احنا يا جماعه ما حدش يركب قطر الا لما يقول لنا هنروح فين عشان ما يركبش قطر بيروح مثلا مكان، احنا بنحاول نديله او نرشده لاقرب نقطه حظيه ما يكونش عليها تكدس.